ازيكم يا مواليد برج الحمل، يا رب تكونوا بخير. انا مريم. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تدعموني باللايك، ولو لسه ما اشتركتوش انتوا مستنيين ايه؟ اضغطوا على الاشتراك وفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل فيديو جديد معايا. توقعات برج الحمل يوم الجمعة 11 مارس اذار 2022. بالنسبة ليك النهاردة يا حمل، هتركز بشكل كبير جدا جدا على استراتيجياتك في اليوم ده وعلى كل افعالك اللي انت بتفعلها ليه، علشان تحاول انك تحقق اهدافك اللي انت كنت دايما بتطمح انك توصل ليها. الوقت هيكون مناسب انك ترجع لمسارك الصحيح مرة تانية وتصحح كل الاخطاء اللي انت ممكن تكون مريت بيها في الاوقات اللي فاتت. هتبقى في افضل حالاتك النهاردة، فما تقلقش، الوضع في تحسن، خاصة لو كنت بتقضي وقت طويل جدا في انك تتكلم مع كل الاشخاص المقربين منك في اليوم ده من غير ما انك تحس بقلق او حتى تشعر بيه. بالنسبة لمزاجك النهاردة، مش هتكون دافئ خالص زي ما انت متعود، وهتفكر بعمق اكتر في طريقة تفكيرك بعد كده، وهتكون عميق جدا في اكتر الاشياء واكبرها واصغرها. بالنسبة ليك عاطفيا النهاردة، حياتك العاطفية هتستقر بشكل كبير جدا جدا، وهتحب الشعور بالسلام اللي بيسود يومك ده واللي بتشعر بيه بشكل كبير، واللي بيجلبه ليك في الوقت ده وبيسمح ليك بانك تركز اكتر على كل خططك المشتركة علشان تحدث فيها تغيير وتكتشف فيها تفاصيل جديدة وتفاصيل تبقى شيقة جدا بالنسبة ليك. بالنسبة ليك ماليا النهاردة، اليوم هيكون كويس بحد كبير. لو حبيت انك تبحث عن حاجة بشكل عام او حتى انك تعمل اقامة لاتصالات مهمة في شغلك، اليوم هتكون دي هدفك وهتكون من اجمل اهدافك لليوم ده، فخليك مستعد علشان تجني ثمار جهودك بالفلوس. بالنسبة ليك مهنيا النهاردة، هتفتقد شوية معلومات هتكون مهمة جدا جدا علشان تنهي المشروع اللي في ايدك او المخطط اللي في ايدك او المستند اللي في ايدك. هتعود بعد كده بيوم الغد، هيكون يوم تاني هتحاول انك تفرض حاجات كتيرة فيه على نفسك بعد كده. بالنسبة لي توقعات العشرية الاولى مواليد 21 مارس لواحد ابريل، هتعتني اكتر بكل الحاجات اللي ممكن تكون بتتعلق بحياتك المنزلية في الوقت ده، حتى بحياتك وقراراتك لليوم ده هتكون متعلق بيها بشكل كبير جدا جدا، خاصة براحة اسرتك في اليوم ده. هتكون بالنسبة ليك الراحة دي معقولة بشكل كبير، على عكس حياتك العاطفية اللي انت بتتمتع بيها، رغباتك الشخصية فيها مرهقة بشكل كبير او حتى مش في محلها الصحيح. هتحافظ على التوازن اللي المفروض توصله في الوقت ده بشكل كبير من خلال انك تظهر قلقك لكل الاشخاص اللي حواليك. بالنسبة لتوقعات العشرية التانية مواليد 2 ابريل ل 11 ابريل، هتشعر بضيق كبير جدا جدا في الوقت ده، وانسداد هيسبب ليك شوية حساسية هتبقى متزايدة عليك، او حتى في حالتك المزاجية اللي هتبقى متغيرة في الوقت ده. هيعلمك ده انك تكون اكتر لباقة واكتر صبر، حتى لو كنت حابب انك تحصل على نتائج افضل بعد كده، مش هتخدم نوباتك المتمركزة بعد كده حول ذاتك بس، هتكون عندك اهتمامات بأشخاص تاني غير نفسك. بالنسبة لتوقعات العشرية التالتة مواليد 12 أبريل ل 20 أبريل، ممكن إنك تخلي نفسك النهاردة مش محبوب بكلمة واحدة بس منك، أو بكلمة ممكن تكون تضايق الأشخاص اللي قدامك بسبب حماستك. إنت هتكون أخرج شوية في الوقت ده، أو هتكون بارد جدا ومش لائق بأفعالك. هتكون مشاعرك النهاردة قريبة من السطوحية ومن الجفاء كتير ومش لائقة بيك، فخليك حذر علشان تتجنب انك تكون مثل السور في تعاملاتك مع الناس. انت اليوم اللي ممكن تكون بتتدهور في موقفك بسرعة. بالنسبة لحركة الكواكب اليوم، بيستمر القمر في عبوره لبرج السرطان لحد الصباح، لحد ما يدخل في برج السرطان في المنطقة دي. قمر السرطان هيكون بالنسبة لينا حساسين جدا وحذرين جدا ومتقلبين وحتى وقائيين في اليوم ده. البيت وأسرتنا هيكون مركز تركيزنا النهاردة، وهيكون أقوى من المعتاد تركيزنا عليهم. هتدفعنا رحلة لعطارد من القمر لعطارد النهاردة في الصباح، إنها تخلينا
نشعر بشيء من مشاعرنا من خلال المحادثات اللي ممكن نكون بنعملها. بينما بنبحث عن وجوه مألوفة وأماكن مألوفة النهاردة، هنكون على استعداد إننا نتعلم أكتر ونشارك ونبادل الأفكار. بيستمر القمر لحد ما يدخل برج السرطان. وبكده بنكون وصلنا لآخر الفيديو. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تدعموني باللايك، ولو لسه ما اشتركتوش انتم مستنين ايه؟ اضغطوا على الاشتراك وفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل فيديو جديد معايا. انا بكبر بيكم وبدعمكم ليا.